حبيب قلبي يا بس ترجع حسن زين انك ما شفت ايه حسن حبيب قلبي تفضل ابوي بسمعك رساله صوتيه تسمعها اوه هبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امس تقول يا حسن كنت ابغى نكمل المشوار مع بعض بس خليتوني لحالي يعلم الله يا حسن لو بيدي اني ما اخليك لحالك لكن الظروف وهذا قدر الله سبحانه وتعالى الحمد لله على كل حال انا بس عندي لك طلب يا حسن واتمنى انك ما تردني فيه يعلم الله اني اعرف يعني انه اني ماني افضل منك ولا اني اعلم منك ولكن هي نصيحه اخ ومحب لك الله الله يا حسن بالمقراه وبالختمه الثانيه والله يا حسن انت الامل بعد الله في ختمه ثانيه تكون صحيحه ومجوده باذن الواحد الاحد وان انصدمت يا حسن من رده الناس لما طلعت وكانوا كلهم ما شاء الله تبارك الله يثنون على المقراه وعلى الحلقه اللي انصدمت منه في ناس يا حسن تحسن قراءتها مع قراءتنا وكانت في ناس تصحح اخطائها وفي ناس ختمت معنا فوالله انه اجر كبير يا حسن واتمنى اتمنى اتمنى انك يعني انا اعرف ان الظروف صعبه بعض الاحيان يعني غصبا عنك وتصير اشياء كثيره انا داري فيها في البرنامج لكن حاول قدر المستطاع في الختمه الثانيه والله يسعدك اخوك ومحبك عبد الرحمن السويل ومن جمهورك بعد اوف يا من جمهورك اوف يا الفخامه طبعا هو يقول من جمهورك على اساس متواضع يعني اني ترى والله مالنا في الكبر عبد الرحمن استاذنا هو كلنا استاذ المنتجع و لا عاد قلت تلعب عليه ترى عاد يكبر راسه عاد والله من حقه والله ما عاد يشوف اذا كبر راسه على سنع والله يحوسك يسوي كذا شيخ اذا طلعت والله يسوي كذا والله والله من حقه بعد خله يوم انه يقول من جمهورك على الاقل تذل بها شوي لما طلعت ترك من جمهوري ذري لا طبعا النظام طبعا عبد الرحمن امسي عليه حبيبي اخوي عبد الرحمن السويل الله يذكره بالخير وفعلا والله اني اشتقت له واشتقت للشباب كلهم اللي طلعوا ابراهيم وماجد ومحمد الحارثي من بعد وحبيبنا محمد منصور محمد تو طالع من عندك تو طالع ولكن اعتبره نايم وين مسكاته ما تطلع الا اخر الليل فآخر الليل يعني فقدنا جلساتك يا أبو منصور والله يسعدك وحنا باقي علينا أيام كثيرة والله يعيننا ويصبرنا على فراق الشاب اللي حسن ولكن بس أبي أتكلم لعبد الرحمن إبراهيم أسلم ومن قال أبشر بالخير عبد الرحمن والله الظروف صايرة الفترة الأخيرة شوية صعبة ولكن والشباب جزاهم الله خير فيهم الخير والبركة ولكن أحيانا ما نفضى وماسكين السفارة فيعني ولكن أبشر بالخير شاكر لك ثقتك ومقدرها والله وشرف وسامن علقه على الصدر والله ولكن نقول ابشر بالخير شاكر لك والله يا عبد الرحمن على الاتصال اللي يرد الروح والله يا حبيب قلبي والله يا حسن حسن تحب الشباب جميعا والله بلا استثناء لا في احد يستثنى عن الناس لا شوف ساير ها ساير عاد له جوه الخاص تحب فيه ذا ساير الاب الروحي للمنتجع كله تحب فيه ذا ساير شوف احلى ما فيه عقاله بعض الناس ينتقد عقاله ما فيه ثوبه الازرق اللي بس مطرز تطريز اسلاميه لا 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 ساير هذا يلبسه المفروض يروح الحلقه عقبها ساير بالرغم من جلده للشباب بس جلده على عاطفه وعلى حب يعني تحس في حنيه في الجلد شلون لا تسالني بس هذا اللي صاير ساير لذيذ ساير وانا احبك ترى يا حسن احبك بس لولا البلوفر يعطيك العافيه واخفوه على الشاشه اقدر البلوفر هو اللي مفرق بيننا البلوفر هو اللي مفرق بيننا